السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير، مساء الصحة، مساء السعادة. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج عيادة الصحة. وزي ما احنا معودينكم دايما، برنامجنا بيهدف لرفع الوعي الطبي والثقافة الطبية لدى حضراتكم. علشان كده في حلقتنا النهاردة هنناقش موضوع مهم، وخصوصا في الوقت اللي احنا فيه، ألا وهو التهابات اللواز. ولكن في بداية حلقتنا النهاردة حابب أرحب بضيفي اللي منورني النهاردة في الاستوديو، دكتور أسامة إبراهيم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا وسهلا. زي ما احنا عارفين السادة المشاهدين، احنا دلوقتي في فترة التغيرات الجوية والتقلبات الجوية بين ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض درجة الحرارة. الفترة دي دايما بيبقى مشهور بيها وفيها انتشار امراض الانفلونزا والاصابات بالتهاب اللوز وغيرها من الاصابات الجهاز التنفسي. عشان كده في حلقتنا النهاردة هنناقش مع دكتور اسامة ايه هي كل الامراض دي وطرق العلاج بتاعتها. ولكن في بداية حلقتنا النهاردة عايز اعرف من حضرتك يا دكتور، ايه هي اللوز وما هي وظيفتها؟ اللوستين او البلاتاين تونسلز دول غدتين لمفاويتين موجودين في البلعوم او الاوروفانكس. دول جزء من شبكة او حلقة، دي جزء من الجهاز المناعي للجسم او للجهاز التنفسي العلوي. تمام. الوالدايرز رينج دي او والداير او حلقة والداير بتتكون من اللوستين واللحمية خلف الانف والغدد الليمفاويه اللي موجوده في الجدار الجانبي للبلعوم خلف الانفي. تمام. والغدد الليمفاويه اللي موجوده على السطح الامامي للابيجلوتس او لسان المزمار، والغدد الليمفاويه اللي موجوده في الجدار الخلفي للحلق. تمام. دول بيعملوا زي حلقه، لو احنا رسمناهم وكل واحدة في مكانها بيبقوا زي حلقة، وظيفتها انها تفلتر الهواء او الميكروبات اللي داخل عن طريق الفم بحيث ان هي ما توصلش للجهاز التنفسي. تمام. ده اللوستين او البلاتاين تونسلز اللي موجودين في الحلق. لما بيحصل التهاب نتيجة وجود ميكروب في الحلق، ده بأحسن ما يبقى الالتهاب في الصدر. تمام. يبقى أعراضه أخف، طريقة السيطرة عليه أحسن وأسهل، ومضاعفاته أقل. تمام. احنا برضو في البداية عايزين نعرف السادة المشاهدين ايه هو الالتهاب وأنواعه، يعني عايزين نعرفهم الأول الالتهاب ده عبارة عن ايه وأنواعه بتكون واحد اثنين ثلاثة. التهاب اللوستين في العام بيبقى المريض بيشتكي بألم في الحلق مع البلع، ارتفاع في درجة الحرارة خصوصا في الأطفال. تمام. في السن الصغير ممكن يبقى معاها آلام في المفاصل، ده في العام. يعني في العام احنا عندنا نوعين من الالتهابات ممكن تحصل في اللوستين: التهاب احتقاني تبقى اللوز محتقنة، والتهاب صديدي بتبقى اللوز محتقنة متضخمة وعليها نقط صديد، والالتهاب الصديدي بيتفرع الى بقى ممكن يبقى التهاب من برينال تونسلايتس، يحصل يبقى اللوز عليها زي غشاء كده من الصديد، وممكن الدفتيريا ساعات بتيجي في اللوستين. في بعض المرضى برضه يا دكتور لما يبقى عنده التهاب اللوز بيحصل عنده تضخم في لسان المزمار، وده بيؤدي الى عدم يعني السرعه في البلع، ده الكلام ده صح ولا هل لا؟ هو تضخم لسان المزمار او التهاب قاع الفم ممكن يبقى من مضاعفات التهاب اللوستين. تمام. لكن هو في مهم جدا، انا لو جالي خراج على لوزه من اللوستين ممكن الحاله دي تبقى مصحوبه باختناق، لان في حاله وجود خراج على اللوزه الحلق بيتقفل، وخصوصا لو كان الحلق ضيق والعيان صغير في السن. تمام. فبيحتاج تدخل سريع جدا والا العيان بيتخنق. تمام. برضه بما احنا اتكلمنا عن مضاعفات اللوز، التهاب اللوز، حضرتك ذكرت ان هو منه اللي هو التهاب لسان المزمار، عايزين برضه حضرتك تبين لنا اكتر ايه هي مضاعفات الالتهابات او تاثيرها على الجسم. هو التهاب اللوستين من اخطر المضاعفات اللي ممكن تحصل هو التهاب في حوض الكلى. تمام. الطفل اللي بيجي له التهابات لوستين متكرره لو ما بياخدش العلاج الكافي ممكن الميكروب ده يتنقل ويوصل لحوض الكلى ويحصل التهابات في حوض الكلى. اللوستين ممكن يلتهبوا باكتر من ميكروب، اهمهم الميكروب السبحي.
اللي هو المسبب للحمى الروماتيزمية، تمام. وهو ده اللي ربط اللوز بالحمى الروماتيزمية. أنا عايز أصحح معلومة عند الناس، إن اللوز مش هي السبب الرئيسي للحمى الروماتيزمية، لأن الميكروب السبحي بيستوطن مش في اللوستين بس، بيستوطن في الحلق ككل. تمام. لما بنشيل اللوستين مش معنى كده إن إحنا اتخلصنا من الميكروب السبحي وإن الطفل ما بقاش بقى آمن إنه ما يجيلوش حمى روماتيزمية، لا خالص. اللي عنده ارتفاع في نسبة التتر بتاعة الميكروب السبحي لما عمل تحليل في الدم بعد ما يشيل اللوستين بيقعد ياخد حقن البنسلين طويلة المفعول لحد ما يبقى سنه 20 أو 21 سنة، تمام علشان يدي وقاية ضد الميكروب السبحي، تمام لأن زي ما قلنا إن الميكروب السبحي مش موجود في اللوستين بس. وعشان كده برضو بصحح معلومة خاطئة أو معلومة قديمة موجودة عند الناس، ان انا بشيل ان الطفل اللي عنده ميكروب سبحي يشيل اللوستين خالص. انا ما بشيلش اللوستين غير اذا كان اللوستين محتاجين يتشالوا، وده ممكن نتكلم عن اسباب استئصال اللوستين. تمام لكني ما لم تكن اللوستين محتاجين ان هم يستأصلوا، حتى في وجود ميكروب سبحي ما بنستأصلهمش، بندي بنسلين طويل المفعول. تمام في معلومة خاطئة أو حضرتك تصحح لنا المعلومة دي سواء كانت صح أو غلط، في معلومة شائعة بين الجمهور بتقول إن استئصال اللوستين بيأثر على الجهاز المناعي للإنسان، وبعد استئصال اللوستين بيكون ده الإنسان ده لديه عرضة كبيرة لسبب الأمراض، هل المقولة دي صحيحة ولا غلط؟ هي المقولة صحيحة لما يكون اللوستين سلام. احنا قلنا ان اللوز او اللوستين او حلقة والداير دي جزء من الجهاز المناعي في الجسم. تمام لو هي سليمة يبقى المفروض انا ما استأصلهاش، لان كده بحرم الانسان من جزء من الجهاز المناعي بتاعه وبتقل المناعة فعلا. تمام يعني الطفل اللي بيبقى عنده اللي بيستأصل اللوستين، الالتهاب اللي كان بيجي في اللوستين بيجي في الحلق. تمام لكني لو اللوز بقت مزمنة وفقدت أهميتها كجزء من الجهاز المناعي يبقى ساعتها استئصالها مفيد، لأن هنا بقت بؤرة صديدية ووكر للميكروبات اللي ممكن تفرز سموم تأثر على الجسم، زي ما قلت ممكن تعمل التهابات مفاصل، ممكن تعمل التهابات في حوض الكلى. تمام برضو عايزين حضرتك تبين لنا اسباب استئصال اللوستين، يعني خلاص دلوقتي اللوستين ملتهبين، عايزين نعرف اسباب استئصالهم نهائيا، ولو يعني مثلا ايه هي الدرجات، درجات الالتهاب، دي درجه خفيفه مثلا ممكن نستمر على العلاج لفتره معينه، درجه كبيره فده خلاص احنا كده الحل الوحيد هو استئصال اللوستين. هو اسباب استئصال اللوستين ان انا يكون بيجيلي التهابات متكرره في اللوستين بالنسبه للاطفال اكتر من 3 أو 4 مرات في السنه، تمام، او يكون بيجيلي التهاب صديدي في اللوستين مرتين ورا بعض، تو سكسيسيف اتاكس، يعني مرتين ورا بعض التهاب صديدي في اللوستين، دي من ضمن اسباب استئصال اللوستين. تمام ممكن لو طفل جاله التهاب لوز مرة واحدة حتى ومصاحب الالتهاب في حوض الكلى يبقى لازم اشيل له اللوز، لان انا كده بحمي الكلى. تمام لو اللوز كبيرة لدرجة انها عاملة اختناق للطفل، في بنشوف حالات اللوز بتبقى متضخمة، ده طبيعتها كده، احنا ما بنشيلش اللوز عشان حجمها، لكن بنشيلها لو الحجم ده مقصر مش قادر يبلع او مش قادر ياخد نفس، ويبقى ساعتها بنشيل اللوستين لانه هما في الطبيعي مش قادر ياخد نفسه، بيشخر جامد، يبقى ده لما هيلتهب ويتضخم ممكن يتخنق، فيبقى ساعتها بنشيل اللوستين. دي الاسباب اللي احنا ممكن بنشيل عليها اللوز. في الكبار بقى لو اللوز مزمنه من وهو صغير وما عملهاش، لما بيكبر بيتعطلوا عن شغله، بيتعطلوا عن دراسته. لو في اختلاف في الحجم بين لوزه ولوزه يبقى برضه بنشيلها، لان ممكن الاختلاف في الحجم ده يبقى مؤشر لحاجة ممكن تحصل في المستقبل، ممكن ورم يتكون في اللوزة، لأن معنى كده إن اللوزة صغيرة ولوزة كبيرة واحدة فيهم مش طبيعية. تمام لو في ورم في لوزة من اللوستين بنشيلها، لو حصل دخول جسم غريب صعب استئصاله، أنا مش عارف أخرج الجسم الغريب من اللوزة، واحد مثلا شوكة سمكة تمام ودخلت جوه اللوزة ومش باينة مش هعرف أطلعها، تمام يبقى لازم أشيل اللوزة.
تمام. حضرتك اشرت في اجابه السؤال السابق الى ان في ناس ما بترضاش تعمل العمليه وخلاص، هو قرر ان هو يتعايش مع مرض اللي هو التهاب اللوز. طب ايه هي الادويه اللي هو ممكن يستمر عليها علشان تمنعه او تديله بعض الوقايه من هذا المرض؟ هو ما فيش ادويه معينه، هو ممكن في احتياطات، تمام، لكن احنا ما بنديش دواء معين غير البنسلين طويل المفعول في حالات الميكروب السبحي فقط. تمام. لما بيطلع التتر اعلى من 200 يبقى انا بدي بنسلين طويل مفعول، خصوصا لو الطفل بيشتكي بالام في المفاصل. تمام. لكني احتياطات اللي تخليني احافظ على اللوز ان هي ما تلتهبش، ان انا ما اشربش المشروبات الشديده السقوعيه، يعني تبقى تمام. المشروبات الساقعه قوي ممكن تعمل التهابات متكرره للناس اللي عندها التهاب مزمن. تمام. اللي يبقى جسمه سخن وحران ويروح يشرب حاجه ساقعه جامده برضو نفس الكلام. تمام. اللي يبقى جسمه سخن وعرقان ويقف قدام المروحه نفس يخش في الكلام. التكييف، وده منتشر اللي في هي هو عموما كل ده من الحاجات اللي بتقلل المناعه، وهو اصلا اوريدي عنده حاجه ما فيهاش مناعه، فبالتالي لما الجسم مناعته بتقل بتلتهب. طيب في بقى يعني بعض الناس لما بيبقى بيصاب بالتهاب في اللوز بيحصل له مثلا التهاب في الجيوب الانفيه مصاحب ليه، بيحس بالتاثير في الاحبال الصوتيه، هل التهاب اللوزتين بيأثر على الاحبال الصوتيه والجيوب الانفيه؟ في الناس اللي هم مناعتهم ضعيفه ممكن الميكروب بينتشر لتحت، يعني اللوز فوق. في الناس اللي عندهم ضعف في المناعه ممكن التهاب اللوزتين يؤدي الى التهاب في الحنجره مع احتباس في الصوت، خصوصا لو كان التهاب شديد الميكروب بينتقل. تمام. ممكن يحصل التهابات في الصدر، نزلات شعبيه مصاحبه التهاب اللوزتين، يعني يبقى اول يومين التهاب اللوزتين وبعد كده يبتدي يكح، وبعد كده يبتدي الكحه تبقى ملون، البلغم اللي بيطلع مع الكحه يبقى ملون ويبقى عنده التهاب شعبي. تمام. ده ممكن يحصل الحقيقه. طيب. وانا برضو احب انوه لنقطة مهمة جدا، الاطفال اللي هم عندهم حساسية في صدرهم، الطفل اللي عنده حساسية في صدره لما بيشيل اللوز التاكس بتاعت الحساسية بتزيد، لان زي ما قلت ان جهاز المناعة بيضعف. تمام. فاحنا مش بننصح ان الاطفال اللي عندهم حساسية في صدرهم بيشيلوا اللوزتين الا اذا كانت اللوز فقدت اهميتها تماما. تمام. لان هو بالتأكيد لما هيشيل اللوزتين صدره هيتأثر. تمام. قبل ما نتكلم عن تفاصيل العمليه وطريقه الاجراء العمليه، عايزين برضو نوضح للناس ايه هو العمر الانسب لاستئصال اللوستين، هل في الصغر هل في الكبر؟ ممكن الطفل الرضيع هو جاله زي ما حضرتك اشرت التهاب شديد، ممكن نقدر نعمله العمليه ولا ده هياثر عليه؟ هو الطفل بيتولد باللوستين، بس هو اللوزه بتبقى مكتمله النمو بعد سن سنه. تمام. مش من اول يوم ولاده بيحصل ان اللوز خلاص فقدت اهميتها في الجهاز المناعي. ممكن الطفل يبقى عنده، الطفل في اول ما بيتولد بيكتسب مناعه من امه، بتقعد المناعه دي 9 شهور بعد الولاده، وبعد كده بيكتسب مناعه من الرضاعه الطبيعيه، عشان كده الاطفال اللي بترضع رضاعه صناعيه مناعتها اقل. تمام. لكني مش معنى ان يجي له التهاب لوستين ان انا اشيلها له برضه، احنا بنتكلم علشان اشيل لوستين مش اقل من 4 سنين، ده في رايي الشخصي يعني. طبعا. لان هو علشان خاطر يبتدي تلتهب وتبقى مزمنه وتحتاج تتشال مش اقل من كده، الا في حاله واحده. تمام. لو كانت اللوز دي خلقيا كبيره ولازقه في بعضها ومأثره على التنفس ومأثره على البلع، يبقى ساعتها بشيلها. تمام. احنا دلوقتي اتكلمنا عن الاشكال والانواع، عايزين نعرف حضرتك توضح لنا او توضح للساده المشاهدين اللي هم عندهم قلق وخايفين من عمليه استئصال اللوزتين، كيف تتم اجراء عمليه استئصال اللوز؟ هو استئصال اللوزتين هو ليه اكتر من طريقه، بس هو الطريقه الاكثر انتشارا ان انا بشيلها بالتشريح، بشرح اللوزه من مكانها من الاماكن اللي هي ماسكه فيها، وبربط بخيط على الاوعيه الدمويه اللي ماسكه في اللوزه. تمام. ودي الطريقة الأكثر انتشارا في العالم كله. تمام. في طرق كتيرة جدا بقى، بالليزر لما كان في ليزر دلوقتي بيطلت، بالكوبليشن، بالجلوتين، حتى لسه في فرنسا لحد دلوقتي بيستعملوا الجلوتين أو المأصلة، لكن هي الأكثر انتشارا على مستوى العالم اللي هي بالديسكشن أو بالتشريح. تمام. احنا معانا اتصال دلوقتي من أم محمد من الوادي الجديد، اتفضلي يا أم محمد. ألو. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا ام محمد.
اتفضلي الدكتور سامح حضرتك. اكلم الدكتور لو سمحت. الدكتور سامح حضرتك، حضرتك معانا على الهواء. بقول لحضرتك ايه يا دكتور، انا عندي في الاذن يمكن لي 20 سنه. طب ممكن حضرتك توطي التلفزيون شويه وتسمعينا من السماعه؟ ام محمد ممكن حضرتك توطي التلفزيون شويه وتسمعينا من السماعه عشان الدكتور يقدر يتواصل مع حضرتك. طب حاولي تتصلي بينا مره تانية يا ام محمد. نرجع نستكمل حديثنا يا دكتور عن احنا خلاص اتكلمنا عن تفاصيل العمليه وكيفيه استئصالها، عايزين نتكلم بقى بعد العمليه هل في اثار جانبيه بعد اتمام العمليه سواء بالنسبه للاطفال الصغار او على صعيد الكبار؟ عمليه اللوز من اصعب العمليات اللي بتتعمل في الانف والاذن ككل. تمام. يعني انت لما بتيجي تعمل عمليه بتيجي تستأصل اي حاجه بتستأصلها وخلاص، اللوزه بعد ما بتستأصل اللوزه بتشتغل في الناحيه الثانيه، يعني عمليه استئصال اللوزتين دول عمليتين مش عمليه واحده، كل لوزه عمليه قايمه بذاتها. تمام. طبعا مشاكل استئصال اللوزتين اثناء الجراحه وبعد الجراحه، اثناء الجراحه ممكن تحصل مشاكل كثيره جدا سواء من الجراح او من المجريات العاديه للامور، احنا مش هنتكلم في الجراح لانه المفروض ان بيشتغل بيبقى يعني والكواليفايد وعارف هو بيعمل ايه، لكن هنتكلم من المجريات العاديه الامور يحصل نزيف مثلا اثناء الجراحه. تمام. وده بيبقى كنترول بالجراح وحسب خبرته، هيمسكه بخيط هياخد غرزه، بتبقى حسب خبره الجراح. تمام. لكن اللي يهمنا ويهم المريض المشاكل اللي ممكن تحصل ما بعد استئصال اللوزتين. تمام. اللي بيحصل اول 24 ساعه بعد استئصال اللوزتين هو النزيف، وده بيبقى نتيجة ان في غرزة من الغرز بتفك، ممكن العيان بعد ما يفوق ومن البنج يحزق جامد فغرزة تفك فيحصل نزيف، وفي الحالات دي غالبا لو النزيف جامد بيحتاج ان يخش العمليات تاني ويتبنج ويتخيط او يتربط مكان النزيف. تمام. ده اهم حاجة تحصل اول 24 ساعة بعد الجراحة. تمام. ما بعد كده بقى خلال اسبوع او 10 ايام من الجراحة من ضمن المضاعفات الالم الشديد، بيبقى في الم شديد جدا في مكان الاستئصال اللوزتين، صعوبه في البلع شديده، عشان كده احنا بنوصف حتى اول يومين او ثلاث ايام سوائل واكل مهروس علشان خاطر يبقى سهل البلع ومالوش احتكاك بالجرح، لانه لما يبقى مثلا لقمه عيش هتيجي تندغها تيجي تبلعها مش تقدر، الالم هيبقى شديد جدا. تمام. برضو من ضمن المضاعفات انه يحصل بلغم مدمم، يعني يجي يتف يبقى مدمم، والحقيقة ده بيختفي بعد يوم او يومين بالكتير قوي من الجراحة، ولو طول اكتر من كده لازم يرجع للدكتور، لان في الحالة دي يبقى في حاجة محتاجة انها تتربط كويس. من ضمن برضو المضاعفات اللي ممكن تحصل بعد استئصال اللوزتين انه يحصل التهاب في الجرح، والحقيقه دي من اخطر المضاعفات اللي ممكن تحصل بعد استئصال اللوزتين. تمام. التهاب الجرح ده بيحصل، الحقيقه دي مسؤوليه العيان مش مسؤوليه الدكتور، لان هو المريض اللي عمل عمليه لازم يحافظ على نفسه، يحافظ ان ما يجيلوش دور برد، يحافظ ان ما يجيلوش دور التهاب في الحلق، لان لو حصل التهاب في الحلق النسيج بيبقى رخو جدا، الغرز بتفك وبيحصل نزيف، ونزيف شديد والسيطرة عليه بتبقى من الصعوبة بمكان انه بيحتاج دخول مستشفى يقعد فترة طويلة. فمهم جدا، ودي نصيحة لكل المرضى المقبلين على عملية استئصال اللوزتين، انه بعد العملية يحافظ على نفسه كويس جدا لمدة اسبوع 10 ايام انه ما حصلوش التهاب في زوره. لانه لو حصل التهاب في زوره غالبا بيبقى فيه نزيف وصعب السيطره عليه. ده نتيجه الاهمال وعدم الوعي برضه يا دكتور حزين، برضه ناكد على ان الوعي هو اول طريق النجاه. بالظبط. الوقايه خير من العلاج، والوقايه مش هتيجي الا عن طريق الوعي، فاحنا لو الناس حصل عندها زياده في الوعي وقدره على ان هم يتعرفوا على الامراض وطرق الوقايه منها، ده هيقلل نسبه المرض بنسبه كبيره جدا. الحقيقه هو ده الغرض من الحلقه والغرض من قعدتنا، ان هدف ان احنا بنوعي الناس، هو الناس مش هتعالج نفسها بعد ما احنا نخلص حلقتنا. تمام. لكن هو يبقى عنده معلومه طبيه، وعي طبي، يقدر يهتم بنفسه وباسرته علشان خاطر ما تحصلش مشاكل. تمام.
ده طبعا احنا اتكلمنا عن الاثار الجانبيه، وتقولنا طبعا ان الوعي هو من الهدف الاساسي بعد العمليه. لو هو عنده وعي وادراك بالمضاعفات الكتيره اللي هتحصل، برضه لازم الدكتور بعد اجراء العمليه ينبهه على العديد من التنبيهات اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي، بحيث ان هو يحافظ على صحته. دلوقتي برضه احنا هنتكلم، عايزين نتكلم عن دلوقتي الطفل المصاب بالسكر او الشاب او الرجل المصاب بالسكر. هل الشخص ده لما يصاب بالتهاب الأوزتين هل ينفع ان احنا نعمل له عمليه ولا ما ينفعش؟ طبعا، هو لو هي انديكيتد، لو هي كانت مقرر ليها، او لو هي كان عنده احد اسباب استئصال الاوزتين، يعني مش هزار، مريض السكر ممكن يعمل العمليه، بس بيخش المستشفى قبل العمليه بيومين او 3 ايام، السكر بيتظبط كويس جدا، لان هو ارتفاع السكر في الدم بيأثر على التئام الانسجه، وبالتالي وبيأثر على حيويتها. واحنا قلنا لسه من شويه ان لو حصل التهاب في الجرح بعد العمليه بيؤدي الى نزيف شديد صعب السيطره عليه، فبالتالي لو السكر مش مظبوط وعمل العمليه ممكن يحصل التهابات في الجرح ويحصل نزيف، ممكن يحصل نزيف اثناء العمليه يبقى صعب السيطره عليه. يبقى انا بدخل الطفل او المريض اللي هيعمل العمليه قبل العمليه بيومين او 3 ايام تحت اشراف دكاتره الباطنه، يظبط سكره كويس جدا، وبعد ما السكر يتظبط يعمل عمليته ويستمر في المستشفى اندر كنترول لحد ما انا ابقى مطمن ان الدنيا كويسه. تمام. طبعا احنا هنا في مصر نسبه التدخين عاليه جدا، وخصوصا حتى دلوقتي بين الشباب وبين الاطفال، فهم طبعا عندهم القدره المناعيه اقل، فعندهم طرق الاصابه اكتر. دلوقتي عايز اتكلم عن التدخين واثاره على التهاب الاوزتين، بل واثاره على جميع اعضاء الجسم، ونوعي برضو الناس والساده المشاهدين بالضرر الكبير اللي بيحصل نتيجه التدخين. هو التدخين بيأثر على سطح الاوزتين وبيقلل مناعتها، فهتلاقي ان اللي بيدخن وعنده التهاب مزمن في اللوستين بيجيله نوبات او ادوار التهاب اللوستين اكتر من اللي ما بيدخنش. تمام. فهو ننصح طبعا الناس اللي هي عندها التهابات مزمنة ان هي ما تدخنش، لان هو التدخين بيساعد ان اللوز تلتهب اكتر، زائد انه التدخين بيعمل تخانة في الغشاء المخاطي للحلق، فبالتالي بيبقى فيه احساس بحرقان في الزور حتى لو ما كانش عنده مشكله في اللوز. تمام. برضو احنا بعد ما عايزين نوضح برضو الناس بعض المفاهيم الخاطئه، يعني مثلا دلوقتي زي ما حضرتك عارف ان اي ام او اي اب عنده التاتش المصري اللي هو لازم يقول ما تروحش للدكتور، لا انت ممكن مثلا جاله دور برد صغير او احتقان بسيط، روح للدكتور او روح للصيدلية هيديك برشامه معينه او كده او حاجه او حقنه معينه. لا، انا عايزين نبين حضرتك تذكر للناس ان لا، الخطوره هنا كبيره، ونوضح لهم ان التوعيه لازم نروح للطبيب. الامراض دي خطيره وتاثيرها في الصغر ممكن ياثر على الكبر، يعني ما تعالجش كويس وهو صغير ده هياثر عليه في الكبر. عايزين نبين لهم برضو زياده الوعي، وده طبعا زي ما حضرتك قلت هدف القناه وهدف برنامجنا، فنوضح لهم ايه هو التوعيه وان هو لازم يروح للدكتور مش لازم ياخد علاج. ده بالنسبه لادوار البرد ولا الالتهابات؟ لا، الادوار البرد وجميع الامراض اللي هي الانف والاذن والحنجره، لان الاماكن دي حساسه. طب هو انا بس قبل ما نتكلم في الموضوع ده احب برضو ان انا اربط، عشان موضوع اساسي بتاع التهابات الاوزتين، في كتير جدا بيبقى عنده ادوار برد وبيشخصوه انه التهاب الاوزتين، هو الحقيقه مش التهاب الاوزتين، لان هو ادام جاله رشح يبقى التهاب في الانف، التهاب في الحلق، الاوزتين جزء من الحلق، فاللي عنده دور برد مش ده مش التهاب الاوزتين. لكن احنا لازم نفرق بين حاجتين، بين البرد وبين الانفلونزا، الاثنين فيهم رشح والاثنين فيهم التهاب في الحلق، تشابه في الاعراض او صعوبه في البلع او الم في الحلق، لكن ده حاجه وده حاجه تانية خالص. ده بدور دور البرد او الكومن كول، ده بديله مضاد حيوي وبديله مخفض حراره، والحراره بتاعته ما بتزيدش عن 38.5، وعيان الكومن كولد ممكن يروح شغله لو مش سخن. تمام. لكن الانفلونزا الحقيقه حاجه، ده فيروس انفكشن او ده فيروس وشرس جدا، والحراره ممكن توصل ل 40. تمام. وهنا بقى ده مالتي سيستم ديزيز، بيأثر بقى على الجهاز التنفسي، بيأثر على الجهاز العضلي، بيأثر حتى على الجهاز العصبي، ممكن يحصل التهابات في المخ بعد دور انفلونزا. تمام. الوقايه خير من العلاج. احنا دلوقتي داخلين على شتاء، الجو بيبقى الصبح حر بالليل برد، الاطفال بتروح المدارس، الفصول فيها عدد من الطلبة،
ممكن يحصل عدوى كتير، فبنهتم جدا الحقيقة بملابس الأطفال اللي يعني ما فيش داعي ان انا اخفف له زيادة عن اللزوم، يلبس الملابس المناسبة للجو. تمام. لما يبقى جسمه سخن وراجع من المدرسة عرقان وبيجري ما ينفعش يخش يشرب مياه ساقعة. تمام. نوعي المدرسين ان يبقى الفصل جيد التهوية، ويهتم جدا بالغذاء الصحي. واهم تمام. حاجة بالنسبة للطفل العصائر الفريش والخضار الطازة. يبقى الخضار الطازة زي الطماطم، الخيار، الخس، الجرجير، الحاجات اللي زي كده، العصاير الطازة أو الفاكهة الطازة، البرتقال والتفاح والحاجات والجوافة والحاجات الطازة. ده مهم جدا بالنسبة للطفل، لو كل يوم بيشرب كوباية عصير قبل ما ينزل، لو بيهتم إنه ياكل طبق سلطة في الغداء، ده هيزود مناعته كتير. تمام. في برضو بعض المفاهيم الخاطئه عند الناس، اللي هو مثلا في مصل بيتاخد كده قبل فصل الشتاء، المصل ده بيتقال ان هو بيمنع من امراض البرد واللوز والانفلونزا وكل هذه الامراض. هل المصل ده فعلا بيعمل ايه الكلام ده، ولا ده وهم خاطئ عند الناس او معلومه خاطئه عندهم؟ لا، هو المصل الموجود ده مصل الانفلونزا، وبيتغير كل سنة على حسب ما بتحدد منظمة الصحة العالمية انواع الفيروسات المنتشرة على مستوى العالم. وده بيتاخد للاشخاص الاكثر خطورة. تمام. يعني الناس اللي عندهم امراض نقص في المناعة سواء كانوا اطفال او كبار، وكبار السن اللي عندهم امراض قلب او سكر، دي برضو من حاجات، او امراض كبد مزمنه، دي من الحاجات اللي بتعمل نقص مناعه. يستحسن انه ياخد المصل لانه بيقلل له جدا الاتاكس او نوبات الاصابه بالعدوى للانفلونزا، ولو جات له بتبقى خفيفه، ما بتبقاش زي تمام. اللي مش واخد. فمهم ان الناس اللي هم الاشخاص الاكثر عرضه للاصابه والاكثر خطوره هم اللي ياخدوا المصل، لكني ما بديش انا امبيريكال، ما بديش على مستوى الناس كلها. تمام. احنا معانا مدام سعاد من الجيزة، اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ممكن اسال الدكتور على حاجه؟ يا دكتور سامح حضرتك، اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمه الله. هو من فضلك، ودني الشمال في وقع منها كلكيه عاجيه، ماشي، وبيحصل فيها انسداد باستمرار مع التقنيه، وعندي دوار. دوت ايه بقى؟ هو الكلكعه اللي ورا ودنك دي مش ملهاش علاقه بالدوار، دي غالبا كيس دهني وبيلتهب، وده تستأصليه لان دم كل مره كل شويه تتسد وتنزل سائل ريحته وحشه، يبقى ده كيس دهني بيلتهب، وده تستأصليه، واستئصاله بمخدر موضعي وسهل ومفيش منه مشاكل. الدوار اللي عندك انت وصفي لي، بتحسي بايه لما بيجيلك الدوار؟ بحس كالاول كنت احس ان انا كان الدنيا بتلف بيا، بعد كده لانه بيروح وبيجي بقالي يجي 5 سنين على كده، بحس ان انا ودني يعني بيحصل اول منها صهد كده جامد سخونيه، وبعد كده احس عدم توازن، حتى لو انا رايحه الحمام لازم حد يسندني، بقعد بقى فتره على كده، وباخد ادويه معينه ممكن لمده شهرين، وبعد كده الدوار يروح وبعد كده بيرجع تاني. حضرتك كام سنه؟ 48. السمع اخباره ايه؟ انا عملته طلع مظبوط. عملتيه امتى؟ من سنة. الودنين بيسمعوا كويس؟ مقياس السمع في الودنين ورحت كويس؟ برضو اللي هو الاتزان دوت. عملت اختبار اتزان؟ طلع دوار حركي حميد؟ لا مفيش. وعملت رسم مخ كمان. لا، رسم مخ مش هو لا، في مقياس الاتزان او اختبار اتزان طلع عندك حاجة اسمها دوار حركي حميد؟ لا، هو الدكتور قال لي كده مفيش، قال لي عشان انا رحت له تقريبا كان الدوار مش موجود. ما هو مش مهم الدوار يبقى موجود، احنا بالعكس احنا ما بنبعتش الناس يعملوا الاختبار غير لما الدوار بيتحسن. لا ما قاليش. ما قالكيش؟ اه. طب انت الدوار لما بيجيلك بيقعد قد ايه؟ لا ده ممكن حضرتك ممكن بقدر بقى اسبوع على كده ويروح ويقل ويجي، عبال ما يعني كل حركتي بيبقى لازم حد يسندني، اروح الحمام من اوضه لاوضه كده ما بعرفش اتحرك. طب هو حد بيسندك، انت بتحسي ان انت بتتطوحي ولا الارض بتلف بيكي؟ لا كاني بتطوح بقى، الاول كانت الارض كانها بتلف بيا، دلوقتي كاني بتطوح
وما ببقاش كأن الدم مش واصل دماغي. طب ما انت تستشيري دكتور باطنة يا مدام، لان دي ممكن ما يبقاش ليها علاقة بالاذن خالص. طب ما انا كشفت دكتور باطنة، حولني مخ واعصاب، برضه المخ والاعصاب قال لي ده قصور في الدورة الدموية. طيب خلاص، ما هو شخصك اهو، ده قصور في الدورة برضه الدموية مش من الدكتور قال له ودانك. رعاية دموية، قال لي لا مش قصور دورة دموية. لا، ما انت هو خلاص الدكتور مخ والاعصاب قال لك قصور في الدورة الدموية، ده مش من ودانك. اللي كان الاول لما الارض بتلف بيكي ده كان من ودانك، لكن انت بتتطوحي وعايزه حد يسندك وانت رايحه الحمام، يعني وبحس وانت الدم ماشيه. كان قلب من دماغي كده، كان يعني بس حاجه، كان يعني كل حاجه بحس ان انا هقع ايوه، انت يعني. حاسه بالارض تحت رجليكي بس رجليكي مش شايلاكي. ايوه، وعلى طول بيحصل لي بقى كل شويه اخش الحمام، اثناء الموضوع ده اخش الحمام كل شويه. ما هو لا، ده انت بقى خليكي ماشيه مع، يعني خليكي متابعه مع دكتور الاعصاب، لأن ممكن يكون لها علاقة بمرض عام مش في ودانك. شكرا لك يا مدام سعاد، طبعا للأسف وقت حلقتنا انتهى، ولكن كلامنا معاكم متواصل دايما إن شاء الله، ودايما زي ما احنا متفقين معاكم دايما في توعية وثقافة لحضراتكم، ودايما دايما طبعا الدكتور قال الوقاية خير من العلاج، وخصوصا احنا في الفترة دي فترة الصيف، فترة تغيير الأوقات، فهنا الوقاية خير من العلاج زي ما الدكتور قال. في نهاية حلقتنا يا دكتور حابب أشكر حضرتك جدا جدا، شكرا دكتور أسامة إبراهيم استشاري الأنف والأذن والحنجرة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.